ايه الصوت ده؟ سايق موتور ميه. يا هادي الحظ، مفيش صريخ الدومين هنا. افتح افتح افتح. الله ينعلك تاكسي انت وصاحبك في يوم واحد. بقى يا رب كل نص ساعه اقعد اعمل كده. طب اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه؟ عايز فرصه يا رب. ايه هتعمل ايه يعني عبوده؟ انت بتفهم فيه؟ ما هو قال لك الشكمان، الشكمان بيوم الزفت قال لك الشكمان. الهي يا رب تولع بجهاز. دول هيضايقوني هيضايقوني. بمشي بحديد انا دلوقتي. مش حد طيب. يا رب خد بيوم يا رب. اخر يوم ليك معايا تاكسي الكلب. الميموري كارت جاهز يا مرتضى؟ جاهزة يا صبري. الفلوس جاهزة يا حبيبي. خليه يفتح الشنطة. افتح له الشنطة. وريني الميموري كارت يا مرتضى. وريه الميموري. طب تعالى لي يا استاذ صبري، تعالى لي يا اخويا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حاسه شنيعه، حاسه شنيعه والله. ايه ده؟ لا حول الله يا ربي، لا حول الله يا ربي. الناس يا جماعه بتموت نفسها علشان شويه فلوس، شويه فلوس. والفلوس دي في الاخر بتروح لصاحب نصيبها. بس اللي يفهم لا اله الا الله، اللي يقرا، اللي يقرا كده الحياه والدنيا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وصاحب نصيبها راح لرزقه، راح لرزقه، الحمد لله يا رب. صحيح صحيح يا ابن ادم، اجري جري الوحوش ورزقك هتاخده هتاخده.
الحمد لله رب العالمين. لو البني ادم يعرف ان رزقه جاي يبقى يتنيل يسكت. الحمد لله يا رب. ايه ده؟ علاء والنبي والنبي مش وقته خالص، والله مش وقته. اوعى تعمليها معايا. الله يخليك انت كده يومي. بسرعه بسرعه. ايوه ايوه هات التاني بقى. الحمد لله الحمد لله يا رب. يا بركه دعائك يا سيده. حسام باشا، ايه اللي انت شايفه سعادتك؟ واضح انها حادثة مدبرة يا مدير. فلوس الرزمة اللي انت شايفها هناك دي $10,000. قصد سعادتك ان الجريمة حصلت بقصد السرقة. ما تستعجلش قوي كده يا منير، التحقيقات هتبين كل حاجة. وما تنساش ان فيه واحد لسه على قيد الحياة، وده لو اتكلم في حاجات كتير قوي هتتضح. عموما يا منير سيب كل حاجة زي ما هي لحد النيابة ما تيجي والطب الشرعي. بتقول ايه يا استاذ صبري؟ اللي حكيته لسعادتك يا باشا. اللي حكيته لسعادتي؟ الله، معنى كده ان البوليس وصل للفلوس والميموري كارد، يعني انا خسرت $2,000,000 وكل حاجه راحت. ولو مرتضى لسه عايش يبقى هيتكلم وهيقول كل حاجه. يا نهار اسود، دي هتبقى مصيبه لو الكبار عرفوا الحكايه. هروح في 60 دقيقه. صبري احجز لي على اول طياره مسافره اي بلد في اوروبا. اي بلد اي بلد. لازم اسافر من هنا عشان اقعد براحتي افكر. تسأل على زوكا يا عبودة؟ ازيك يا زوكا؟ ايه ده انت لسه صاحي ولا ايه؟ وانا ايه اللي حينيمني يا ضنايل؟ اخ ايه؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ وداخل كده لا بتسلم ولا حاجة زي الحرامية. لا ما زوكا، ما اصلنا كنت واخد كتب من ابو صلاح يعني، فقلت بقى اجي ارجعهم علشان لما يرجع بالسلامة وحب يقراهم يعني. مش لما يرجع يا ابني. بقولك ايه، هو انت جايب جواب جديد معاك من صلاح ولا ايه؟ لا. ولا لا يا واه؟ ايوه يا زوكا جايب جواب. طب يا حبيبي هات السبرتاية، هعمل لك احلى كوباية شاي بالنعناع وتقعد تشربها كده وتقراهولي يا حبيبي. حاضر. وسلامي إلى كل أفراد الحارة فردا فردا وشخصا شخصا بأساميهم فردا فردا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك الغالي صلاح ابن زوكا الغالية الحبيبة اللي أنا مشتاق لها. خلاص بقى زوكا استريحتي؟ عبودة. نعم. قرهولي كمان مرة يا ضناي. يا زوكا أنا قريتهولك 5 مرات لغاية دلوقتي، كفاية بقى. طب ادهولي ادهولي يا ابني، احط في حضني وانام بيه. خد يا ست بقى، انا هدخل بقى دلوقتي اوضب الكتب وارصها واحده واحده. ها كتب مين يا عبود؟ طب خلاص بقى. كتب صلاح يا زوكا بقى، انت بتنسي ولا بتعملي ايه؟ ما تزهقنيش. خلاص ما تتحمقش عليا قوي كده، انا هنام شويه وانت ما تتاخرش يا حبيبي عشان تقرا لي الجواب ده تاني. حاضر يا زوكا هقراهولك 20 مرة. نامي بقى، انا الشمس قربت تطلع وتفضحيني. Thank you.
شم يا ابن المحظوظة. دولارات دولارات حطهم فين دول؟ عبودك اشتري كل اللي نفسك فيه. راح اسيبك تصحى. حبايب خليكم انتوا هنا بقى لغايه لما احتاج لكم. ها رايحه فين؟ تعالوا حبايبي حبايبي يا خضر. انا هطلع المديريه يا منير، وانت خليهم يزودوا كمان على مداخل ومخارج المعادي، وخليهم يحصروا كل العربيات اللي خرجت بعد الحادثه مباشره. ها وبعد كده بروح المستشفى اطمن على الواد المصاب ده. تمام يا فندم. حبايبي تعالوا بقى هنا اتمنجه بيكم. ايه ده؟ ايه ده؟ شريحة موبايل دي ولا ايه؟ تلاقيه خط التليفون بتاع الراجل صاحب الشنطة دي؟ انت بعمل فيها ايه دي؟ انا ارميها ولا اخليها ولا لا؟ انا هخليها هنا يمكن يكون ليها عوزة ولا حاجة. يا ربي حطها في اي كتاب؟ لا ممكن تقع. ايوه الشمعدان ده يا رب تلاقي فيه. ايوه يا سلام كانها معموله لها يد يا عبوده. حلو قوي كده. ايوه الشمعدان بالساعه التاريخيه. باسم الجريمه خليها برضه يمكن يكون ليها عوزه ولا حاجه. يا حبيبي يا عبودة يا جبن. نتكلم يا تهاني، انا مستعجل دلوقتي ولازم اسافر حالا. انت مش هتخرج من هنا غير لما تطلقني وتديني كل حقوقي والفلوس اللي خدتها من ابويا. حاضر يا ست، انا هطلقك بس اول ما ارجع ممكن امشي بقى. يكون في معلومه بقى ان انا مش هسيب حقي.